السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا كلكم في احسن حال. مكملة معاكم سلسلة حلقات حلويات مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل اللذيذة البيضة باسهل مكونات في 10 دقايق، يمكن اقل كمان تقدري تعمليها، حلوة جدا ومظبوطة على الشعرة. وهقول لكم كمان على سر المطة اللي بتكون فيها والطراوة بتاعتها زي الجاهز بالظبط. شايفين جميلة قد ايه؟ طرية وحلوة جدا. شايفين المطة بتاعتها يا جماعة؟ جميلة زي الجاهزة بالظبط، سكرها مظبوط جدا. أتمنى تجربوها وتعجبكم. يلا بينا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير. بس قبل ما نقول المقادير، لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. هنقول دلوقتي مقادير اللذيذة البيضة مع بعض. انا عندي هنا ربع كيلو من جوز الهند يوازي كوبايتين ونص بالكوب المعياري. خلاص، عاوزة تضعف الكمية ضعف. في دكة بقى في الجوز الهند، انا بجيب جوز الهند الخشن شوية، بيبقى احسن كتير في اللذيذة، ويكون كمان فريش كده وصابح، ما يكونش متخزن عند الراجل اللي بتجيبي منه، عشان تضمني لذيذة طعمها حلو. وعندي ربع كوباية من المية، تلت كوباية من عسل الجلجوز، يعني خدنا نص كوبايه وهناخد معلقه كبيره من البطرمان على طول واحنا بنشتغل، ونص كوبايه من السكر وفانيليا، كيس من الفانيليا او معلقه صغيره من ميه الزهر او ماء الورد. وعندي هنا بقى، دي حاجه اختياريه، زبيب او مكسرات، اي نوع انت تحبيه. هنسمي بسم الله ويلا بينا بقى عشان نشتغل في اللذيذ. اول حاجه هنعملها، هنجيب جوز الهند هنحطه في طاسه وعلى اهدى نار عندك تفضلي تقلبي بس ياخد تدفئه، تحطي ايدك كده يكون دافي، مش عاوزه لونه يتغير. وعندي هنا طاسه هنحط فيها نص كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده، معلش انا كنت مسخنه النار. مش عاوزين نحط اي معلقه فيها او اي حاجه عشان ما يسكرش ولا نقلب، نسيب بقى كده لحد لما يبدا يغلي شويه، وهوريكم باقي الخطوات. وهفضل اقلب كده في جوز الهند يا جماعه لحد لما يدفي، ايدي ما تقفش عن التقليب. خلاص حبايبي، جوز الهند دافي معانا، قفلت بقى عليه. ابدا بقى ان انا احرك كده، ما احطش اي خالص معلقه. بدات بقى ان هي تغلي، انزل بالفانيليا او ميه الورد، دي حاجه اختياريه. تمام، هدي بس كده النار شويه، وانزل بالنص كوبايه من عسل الجلوكوز، او ممكن شربات الكنافه التقيل لو مش متوفر عندك. هو متوفر عند مستلزمات الحلوانيه، البطرمان لا يتخطى من 14 ل 15 جنيه، بس بصراحه بيدي نتيجه احلى وخصوصا في اللذيذه. وهناخد معلقه كبيره كمان ممتلئه، تلت كوبايه، نص كوبايه ومعلقه كبيره، عشان يطلع معاكي مظبوط جدا. نبدا ان احنا ايه كده ندوب العسل كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين، لحد لما يدوب معانا خالص. ونعد دقيقتين بس كده، يعني حطي ساعة جنبك دقيقتين فقط لا غير، وهنقفل عليه، مش عاوزة اكتر من كده. خلاص حبايبي، شايفين بالوقت عدى دقيقتين بالظبط، اقفل، لازم تبقى تغلي كده قدامي. خلاص هقفل عليها وهنسمي بسم الله، وهننزل بجوز الهند الدافي. مهم جدا نطلع الرطوبة منه ونخليه دافي معانا، عشان العسل ده كده يتشرب كله في جوز الهند. مهمه جدا الخطوات دي، هي تبان لك سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، بس ليها تكات لازم نلتزم بيها عشان تطلع معانا حلوه وطريه زي بتاعه بره، وليها مطه كده، والمطه دي يعني اللي بيعملها عسل الجلوكوز. يلا بقى عشان نشكلها. تجيبي بقى اي قالب عندك، المونيا بايركس مشغول بالزيت كويس جدا. خلاص، وتنزلي، طبعا هي مش هتاخد كل القالب ده، انا هاخد نص القالب بس، لان انا ما بحبش قوامها يكون سميك قوي، بحبها تكون رقيقه شويه او وسط، يعني سميك مش بحبها. خلاص، قبل بقى ما نفردها هنحط شويه زبيب كده، عشان انا يعني الولاد مش بيفضلوا الزبيب قوي فبيشيلوه من على الوش، لكن انت لو بتحبيه اخلطيه مع وانت بتقلبيها في الطاسه او في الحله اللي انت هتستخدميها، عشان يبقى كله مع بعض. عندك معلقه مدهونه من الزيت، وتبداي انك انت توزعي كده اللذيذه بتاعتك. طبعا هي مش هتاخد مساحه الصينيه كلها اهو، وهوريكم السمك اللي انا بحبه.
طبعا دي حاجه اختياريه، عاوزه تحبيها يعني سميكه اكتر من كده براحتك. اهو ممكن انزل كده مفيش مشكله، وادهن ايدي بالزيت واضغط. هي ما بتاخدش حاجه خالص زي ما انتم شايفين. شايفين ضغطت عليها كويس كده بايدي، واجي بقى بالنشابه تساوي كده. النشابه دي بالنسبه لي بتسهل عليا لان بتديني سطح كده ناعم ومتساوي اهو. مش متوفره عندك يبقى بايدك مفيش اي مشكله. وكده يبقى خلصنا. هنقطعها بقى مع بعض واوريكم شكلها يكون عامل ازاي. تبدأي بقى تقطعيها كده بالسكينة بعد لما سبناها تدفى شوية. حط بقى السكينة كده فيها زيت، لو انت عندك كياس تلاجة ممكن تفرديها من تحت او ورق استريتش هتسهل عليكي، ولو مش متوفر اعملي زي كده. تقطعي كده الحجم اللي انت تحبيه اهو، وهنسيبها بقى تهدى شوية وهنطلعها ووريكم شكلها يكون عامل ازاي. خلاص احنا حددناها بالسكينة الاول وسبناها تبرد، لازم لازم عشان تعرف تطلع معاكي. تبدأي بقى انك انت تطلعي كده بشويش ما شاء الله عليها، وتساوي كده بايدك. هي طرية وجميلة جدا جدا، هوريكم القوام بتاعها بس لما تبرد خالص. تبدأي بقى كده بايدك مفيش اي مشكلة. شايفين يا جماعة اللذيذة ده عاملة ازاي؟ تحفة تحفة، احلى كتير من بتاعت بره. السكر بتاعها مظبوط على الشعره، ولا تاكلي منها تجزعك زي الجاهزه ولا اي حاجه خالص، تاكلي منها واحده واتنين وتلاته. وخلاص حبايبي خلصنا اللذيذه بتاعتنا الخطيره من ربع كيلو جوز الهند. عملنا كميه حلوه جدا، حاجه نظيفه ومضمونه نقدمها لاولادنا، وكمان اوفر كمان، مش هنشتريها بره غاليه ابدا. جميله بكل التكات بتاعتها، تاكلي منها واحده واثنين وثلاثه، السكر مظبوط مش هتجزعك ابدا زي الجاهزه، جميله وكمان موفره. اتمنى تكون حلقتي النهارده عجبتكم. يلا جربوها بقى واعملوها، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والى اللقاء في حلقه جديده. بس قبل ما اختم معاكم، لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والى اللقاء في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.